نبتدي سخنين كده بسرعه ونجهز نفسنا للمباراه ان شاء الله، يعني بعد ايه ساعتين ونص من دلوقتي بالظبط مباراه الاهلي والاسماعيلي. عايزين نقرب من الصوره بشكل اكبر، نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي على الهواء مباشره من مقر اقامه النادي الاهلي في الاسكندريه، واستعدادا لمباراه اليوم امام الاسماعيلي. يا فاروق مساء الخير عليك. مساء النور عليك زميلي أمير وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. من هنا من داخل مقر إقامة فريق النادي الأهلي بالأسكندرية، آخر استعدادات فريق النادي الأهلي لمواجهة فريق نادي الإسماعيلي في الجولة التاسعة للدوري المصري لموسم 2019-2020. حالة من الجاهزية أمير، خليني أقول لك حالة من الجاهزية، حالة من الاستعداد بين لاعبي النادي الأهلي والتركيز وارتفاع الروح المعنوية من جانب لاعبي النادي الأهلي لمواجهة فريق نادي الإسماعيلي في هذا اللقاء. أقول لك سيناريو اليوم النهاردة أمير، الفريق تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة 9 صباحا، ثم وجبة الغداء في تمام الساعة 1:30 ظهرا، في محاضرة فنية طبعا مستر ريني فايلر هتبقى في تمام الساعة 5:30، تبقى لمدة 10 دقائق، ثم التوجه إلى استاد الماكس في تمام الساعة 6:45. بمشيئة الله زي ما قلت لك أمير، في حالة من الجاهزية عند لعيبة النادي الأهلي، طبعا في مجموعة من الغيابات، غياب عمرو السولية، غياب أحمد فتحي، غياب رمضان صبحي، مجموعة من اللاعبين المؤثرين للنادي الأهلي في الفترة الأخيرة، أكيد يعني ليهم تأثير وليهم تقولهم، لكن دايما عهدنا بلعيبة النادي الأهلي إن هم دايما على قدر المسؤولية، واي 11 لاعب موجودين في ارض الملعب ان شاء الله هيكونوا قادرين على تحقيق الانتصار ان شاء الله ومواصله سلسله انتصارات النادي الاهلي في الفتره الاخيره سواء في الدوري او في البطوله الافريقيه. طبعا مستر ريني فايلر كان اعلن قائمه ال20 لهذا اللقاء اللي ضمت محمد الشناوي وشريف اكرامي ومصطفى شوبير في حراسه المرمى، خط الدفاع رامي ربيعه وايمن اشرف وسعد الدين سمير ومحمود متولي، محمود وحيد وعلي معلول ومحمد هاني، خط الوسط أليو ديانج، حسام عاشور، محمد مجدي قفشه، حسين الشحات، جيرالدو داكوستا، احمد الشيخ ووليد سليمان، وثلاثي خط الهجوم جونيور اجايه، مروان محسن، وليد ازارو. ان شاء الله امير كل التوفيق لفريق النادي الاهلي في هذا اللقاء، يعني اكون موجود معاك لو في اي استفسار او اي تساؤل امير موجودين معاك. طيب فاروق بالتحديد عايز اسالك عن جاهزيه محمد الشناوي، لان في اقاويل كتيره خلال الساعات الماضيه ان الشناوي مش جاهز واحتمال اكرامي هو اللي يلعب هذه المباراه، قول لنا الحقيقي ايه، هل الشناوي هيلعب ولا لا؟ لسه حتى الان يا امير يعني زي ما انت عارف دايما ان مستر ريني فايلر بيحسم هذا الامر في المحاضره الفنيه، حتى الان لم يحسم مشاركه محمد الشناوي بنسبه اكيده او مشاركه شريف اكرامي، سواء تواجد محمد الشناوي او تواجد شريف اكرامي، كلا الحارسين يعني على قدر المسؤوليه ان شاء الله، كل توفيق سواء محمد الشناوي او شريف اكرامي، وايضا الحارس اللي موجود معانا. لا الجاهزية حتى الآن يا أمير لم يحسم الأمر، محمد الشناوي موجود لسه، يعني حتى الآن الأمر لم يحسم، يعني تقدر تقول نسبة 50-50 والأمر هيكون بعد المحاضرة الفنية بمشيئة الله. طيب التحرك هيبقى إمتى؟ الاستعدادات الأخيرة بالنسبة للاعبين، المحاضرات، هل كان في محاضرات بالنسبة للفريق على مدار عقب وصول الفريق بالأمس والنهاردة كمان؟ طبعا يا امير كان في محاضره ما بين المستر ريني فايلر وجهازه المعاون لمتابعه لقاءات الاسماعيلي في الفتره الاخيره، ويحث لاعبي النادي الاهلي على مواصله الاداء بالصوره الجيده والمنتظمه اللي احنا شفناها في الفتره الاخيره. عقد مستر ريني فايلر والكابتن سيد عبد الحفيظ جلسات مع اللاعبين، النهارده الكابتن سيد عبد الحفيظ عقد اكثر من جلسه مع اللاعبين سواء اثناء وجبه الغداء اللي بحث اللاعبين على الاداء الجيد والتركيز في، وحث اللاعبين على اهميه لقاء الاسماعيلي وضروره الفوز في هذا اللقاء واستكمال مشوار النادي الاهلي للحفاظ على درع الدوري. زي ما قلت لك المحاضره الفنيه هتكون في تمام الساعه 5:30، ثم التحرك هتبقى لمده 10 دقائق، ثم التحرك الى استاد الماكس في تمام الساعه 6:45 باذن الله امير. طيب بالنسبه للعنصر المناخ، الاجواء عندك عامله ايه؟ الجو برد جدا، في امطار، الامور اخبارها ايه بالتحديد في ما يتعلق باجواء هذه المباراه يعني؟ لا خليني اقول لك يا امير ان الطقس النهارده يعني بصوره ممتازه جدا، حاله الجو متميزه جدا، درجه الحراره تتراوح ما بين 18-19 درجه مئويه، ان شاء الله الاجواء يعني ان شاء الله تكون اجواء مناسبه وملائمه ان شاء الله ان احنا نشوف مباراه كبيره طبعا زي ما احنا متعودين ما بين الاهلي والاسماعيلي، مباراه نتمنى فيها طبعا كل التوفيق لفريق النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله. مش عارف حاسك خايف او قلقان كده يا فاروق من موضوع الماتش، يعني ان شاء الله هنكسب ما تقلقش يعني.
لا لا، مطمئنين باذن الله يا امير، كلنا ثقه طبعا في لعيبه النادي الاهلي طبعا. وثقه في الجهاز الفني ولعيبه النادي الاهلي. يعني ما شاء الله زي ما قلنا، يعني في وجود او عدم يعني غيابات رمضان صبحي وعمرو السوليه واحمد فتحي، اكيد زي ما قلنا يا امير لعيبه مؤثره، ولكن لعيبه النادي الاهلي موجودين قادرين ان شاء الله على تحقيق الانتصار. كلنا ثقه وكل ان جماهير شاء النادي الله الاهلي ان شاء الله ثقه في فريق النادي الاهلي، وان شاء الله قادرين على تحقيق ال3 نقاط وتحقيق الفوز السابع على التوالي في الدوري الممتاز. ان شاء الله. زميلنا العزيز المتميز فاروق صلاح مرئيس القناة الأهلي.